A motor gives gear A an angular acceleration of alpha A equals 0.25 theta cubed plus 0.5, where theta is in radians. If this gear is initially 20 rad per second, determine the angular velocity of gear B after A undergoes an angular displacement of 10 revolutions. لو جبنا الـ angular velocity للـ A بالعلاقة بين أنصاف الأقطار أقدر أجيب الـ angular velocity of B. هو مديني ألفا A وعارفين إن تكامل الألفا دي ثيتا، طالما بدلالة الثيتا هتساوي الأوميجا اللي إحنا عايزينها دي أوميجا. هنا من صفر لعشرين باي اللي هي 10 في 2 باي، وهنا بدأ من الصفر لا بدأ من 20 لغاية أوميجا، هيبقى 0.25 ثيتا أس 4 على 4 زائد 0.5 ثيتا من 0 لـ20 باي، وهنا أوميجا سكوير على 2 من 20 لأوميجا. إذن الأوميجا هتساوي الكلام ده على الـ A راد بير سكند، هقول 0.25 تقسيم 4 في 20 باي أس 4، زائد 0.5 في 20 باي، خلصت دي، زائد 400 الجذر التربيعي للأنصر، 978، تأكد تاني 0.5 على 4 في 20 باي xy 4 زائد نصف 20 يبقى 10 باي. جبنا الشوية دول، هنا بقى في 2 كنت ناسيها، اضرب في 2 الاول بعدين زيد 400 لان دي اوميجا سكوير على 2، الاول ناخد 2 هنا يبقى اوميجا سكوير ناقص 400، بعدين الجذر التربيعي للأنصر 1396. طب جبنا الاوميجا، احنا عايزين اوميجا بي، اوميجا اي فار اي يساوي اوميجا بي فار بي. الاوميجا اي حطها هنا، الار اي 0.05، الار بي 0.15، يبقى هقسم على 3، يبقى الاوميجا بي المطلوبة 4.65 رات بير سكند.